أول حاجة مهمة جدا 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 عن المية، محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد قال إن المية هتتقطع من 5 النهاردة، المية من 5 النهاردة لحد 5 بكرة السبت. محافظ القاهرة قال المية هتتقطع من 5 النهاردة لحد 5 بكرة. فين؟ عن مناطق الأمن الوطني، جامعة الأزهر، المدن الجامعية، بنين وبنات، امتداد رمسيس 1 و2 و3، وزارة المالية، تعاونيات الجبل الأخضر، معسكرات الأمن المركزي، أحمد شوقي، شريف السباعي، ضباط الصف، نادي الشرطة، فندق الماسة، أرض المعارض، استاد القاهرة، قاعة المؤتمرات، كل دي المية هتتقطع عليهم. طيب انا معايا دلوقتي على التليفون سيادة العميد محي صرفي المتحدث باسم شركة المياه. سيادة العميد تحياتي، بشكرك جزيلا يا فندم. سريعا، اسباب الانقطاع والهدف منه ايه؟ اصلاح ايه؟ الكوبري بتاع امتداد الفنجري اللي هو بيتقاطع اعلى طريق الاوتوستراد اللي هو من المخيم الدائم حضرتك، ليه بينزل حضرتك قدام وبيعدي قدام ارض المعارض. حضرتك دوت كانت الهرسات بتاعه الكوبري بتتعارض يعني مع المواسير بتاعتنا، فبناء على ان هم يعني عايزين يقطعوا الميه ويعملوا عمليه تحويلات للمرافق بتاعتنا، احنا هنقطع المياه النهارده ان شاء الله يا فندم من الساعه 4، مش من الساعه 5، من الساعه 4. احنا بعتنا تصحيح، احنا كشركه قابضه وكشركه المياه كنا بعتنا البيان دوت من 4 بعد الظهر النهارده ل 4 بعد الظهر ان شاء الله يوم السبت لمده 24 ساعه عن المناطق كلها اللي حضرتك قلتها، بالاضافه للجزء اللي هو الجزء اليمين وانت طالع على الحي السابع، الجزء بتاع اللي هو في المستشفى التامين الصحي، والجزء اللي هو على اليمين في شارع الطيران ده برضه هيتاثر بالانقطاع حضرتك، وبضعف في المساكن بتاعه التوفير. طيب معلش، انتوا عاملين حساب ان المواطنين لحد الساعه 5 هيبقى في استهلاك كتير، كله هيشتري بقى يعني هيقعد يخزن؟ تمام يا فندم، عشان كده يا فندم احنا شركه ميه القاهره، واحنا برضو بلغنا كل القنوات الفضائيه والارضيه، بلغنا في الاذاعه، بلغنا في الجرايد واتذاعت واتكتبت في الكلام ده كله، تواصلنا مع الجوامع اللي موجوده في المناطق دي كلها وبلغناهم عشان برضو يبلغوا اهالينا. اللي في عربيات ميه ان شاء الله متمركزه من وقت ما انا بكلمك دلوقتي ابتدت تتحرك وابتدت تاخد اماكن اللي هي اقرب ما تكون للمكان اللي هو. طيب اثناء ال 12 ساعه اللي انقطاع فيها الميه هيبقى في عربيات ميه يعني اذا حد احتاج ميه او ما كانش موجود في البيت في الوقت ده فما عندوش ميه، حضرتك يا فندم يتصل ب 125 هيلاقي عربيات الميه على طول جات له في اقرب نقطه ليه وموجوده، وعلى مدار ال 24 ساعه تشتغل، ما فيش حاجه اسمها نوم النهارده، ال 24 ساعه العربيات متواجده، اكثر من 8 عربيات موجودين في المناطق ديت حضرتك لخدمة السادة المواطنين. يمكن في بعض الأماكن وإحنا بنستفاد دلوقتي إن الجو شتاء يبقى الاستخدام المية أقل ما يمكن، بالليل وفي خزانات مية في العماير دي موجودة. رغم كده هوت، وإذا كان هم هيحوشوا جزء من المية أهالينا، إحنا بنقول 8 عربيات متواجدين إن شاء الله تحت أمرهم لغاية بكرة إن شاء الله ما يتم عودة المية. أنا بشكرك جدا سيادة العميد محي صرفي المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي، شكرا جزيلا. مدينة نصر بالكامل من 5 النهارده ل 5 بكره عصرا أو المغرب مش هيكون في ميه. الخط الساخن اللي احتاج أو اللي نسي يخزن ميه 125 من أي تليفون أرضي. بعد شويه هنتكلم طبعا عن الإمارات العربية المتحدة ووعدها ال 45 وزيارة الرئيس السيسي وتواجده.